بعد 8 سنوات كاملة من غياب أي كأس بخزائنه، رجع اليوم فريق الحكمة إلى لبنان رافعا من مطار بيروت لقبه الأول من سنة 2006، تاريخ فوزه بلقب بطولة غرب آسيا. الشباب حقيقة رائعين، عندهم روح إيطالية كتير كبيرة هالسنة، رح يكون اتكالنا كبير عليهم وأنا بعتقد رح نروح لكتير بعيد. فوز الحكمة بلقب القادسية بالكويت اعتبره المدرب أبو شقرة كان صعب جدا بوجود فرق عريقة، مما بيجعل الفريق الأخضر منافس وحاضر قبل انطلاق الموسم. هيدا هو الفريق اللي رح يبلش هلا التقليعة بالموسم، وكمان عندنا قرارات تحضير بدورة دورة أبو ظبي، دورة نادي الجزيرة، وهيك منفوت على الموسم محضرين، يعني لأول مرة من سنتين عم نفوت محضرين. نشكر الله أنه قدرنا نحرز اللقب. كابتن الفريق رودريغ عقل بدوره اعتبر انه الخطوه الجيده جدا يلي قام فيها الفريق الاخضر هي المحافظه على جميع نجوم الفريق. صار لنا فتره اكثر مع بعض، بعتقد التجانس اللي رح ينخلق بالفريق هو رح يكون البوزيتيف بوينت تبعنا، وبلس الاجانب كانوا معنا كثير منيح بالبطوله، سو الجو الفريق كثير حلو. بيبقى الاشاره الى انه كان لافت عوده قائد الفريق اللي ريستون بين زملائه وهو عم يتحضر الى العوده بمباريات البطوله. انا كثير منيح هلا قريبا رح التحق مع الفريق، حبيت كون انا مع الفريق، بلش فوت بالاجواء شوي شوي ارجع اتعود على الفريق. الحكمه غادر مطار بيروت وهو حامل كاس بطوله دوليه وديه، انما هالشيء رح يعطي دفع معنوي لاسترجاع صوره الفريق يلي سيطر لسنوات عديده على كره السله اللبنانيه العربيه وحتى الاسيويه.